سلام بينسى الما وسلام بينسى الما وسلام ما بينسى الما وسلام قصتنا هذه يومية وصف لنا حالة الناس وأحلام حلوة وردية بينسى الما وسلام قصتنا هذه يومية وصف لنا حالة الناس وأحلام حلوة وردية سلمى إنسانة طيبة وكلها ذوق وحنية سلمى إنسانة طيبة وكلها ذوق قبل 20 سنة الواحد ما كان عنده لا تليفون ولا نقال. الحين الحمد لله كل شيء متوفر. هم قبل 20 سنة ما كان لا انترنت ولا كمبيوتر. أقول الشيء يا سلمى مستر بيني وبينش أبو علي بيشتري لنا كمبيوتر الشهر اللي جاي. إذا ما عندش كمبيوتر يا حبيبتي وانترنت أنت عمية عن العالم لا تشوفي ولا تعرفي شيء أبدا. هذا اللي قاله أبو علي. أبو علي كلامه صحيح يا أم علي. عاد سامحيني يا أم علي، أنت تقولي إنش مستعجلة، وإذا يلش خاطر تفضلي عندنا حياش الله. ما تحرمين تعرف دق سوالف بين قراطي ولا هين نعرف هي راحتهم والله. انزين عقد، يلا مع السلامة في الحمض والصون. مع السلامة. حياك الله. الله يجازيك يا سعيد، الله يجازي بليسك إن شاء الله. دوامك كذاك؟ لكن ما علي، أنا بعرف لك دواك، صبر شيء. أشوف مرة ثانية عيدها، أشوفك كيف تعيدها. قلنا لها تعال نشوف البيت على الفقاهة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا ولدي كذاك فزعتني بعيد الشهر؟ خير مو فيك، مضارب وامو. أنا ما حد ضربني ولا حد يقتلني،
انا موطني ما برايك انت ابوي برايك انت قول لي ايش القصه ما القصه ما تتحمل القرشه القصه وحدها مشكله كل مشكله ولها حل ايش هي المشكله سلمى تعرف الأنظمة والقوانين أكثر من أي واحد وإذا ما سوت نتيجة يا جماعة عسى خير تعملوا خير أبوي بتسوي نتيجة وأكبر من نتيجة هذه قدرة تحل أكبر من هالمشاكل مشاكلنا نحن مثل شابة الماء عندها وأنا واثق من كذا الليل بحزانه ضوء وتو نهار يا خبلة روح من هنا أنا خبلة جهز نحنك يلا حدنا ما متغدي شوف هذا دق الباب دق الباب طيب المشكلة وعرفناها بس كم عددكم يا سلمى احنا نريد نتوصل الى الزبدة انت تقدر تساعدينا ولا لا بإذن الواحد الأحد اللي عمره ما يخيب ظن مسلم وانتوا عارفين اني انا خضيت عهد على نفسي اني اوقف مع حارتي مع اهلي اللي وقفوا معاي لما صار لي الحادث انا وابو سالم الله يرحمه وسالم كل اهل الحارة وقفوا معنا وتبرعونا لعلاجنا في الخارج وسفرونا على حسابهم حتى الفقير منهم ساعدنا اللي ما عنده شيء ساهم الحين وانتوا عندكم هذه المشكلة ممكن انا اتخلى عنكم بعد ما وقفتوا معاي لا يمكن انا اوقف معاكم وساعدكم وارد لكم الجميل اصيلة والله يا سلمى والله انك اصيلة هلا 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 صبحت الله بالخير يا سلامة صبحك الله بالنور يا سعيد ما صار هالتاكسي غداك منه مرة واحدة أشوف من كلامك زعلانة علي لا ما عاش اللي يزعل منك يا سعيد بس أنا ما أخذ على خاطري من أختي بسلمة أفا 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 يا سلامة أنت اسمعي بوي إذا ما شلت البيت تشلت عيوني مشكور وما قصرت وتسلم عيونك بس البيت مو بيتك سلمة مكوشة على كل شيء سلمة أختي حبيبتي يا سلامة فهميني زين وبعدين هي جالسة بالبيت أنا اليوم برا أروح أتكدش أروح أجيب فلوس أتكس هذا اللي أنا أسويه إيه يا سعيد كلنا مشغولين والله يكون بعونك سلم يقول يوم خليت المدلة هنا مش أسوي بقايل لك عليه ما شاء الله طبعا احنا تاركين هذه المواضيع عن سلمة أبا أعرف هذه الحرمة كيف تقدر تحل هذه المشاكل مالنا هي يا حسن باين عليك ما تعرف سلمة زين هذه المرأة مثل الجبل تعرف ايش معناته الجبل؟ يعني عندها كل شيء سهل اقول لك جبل يعني يقصد جبل شيء هذا ابو عالي رفيع ولا لا؟ سمعت الله يرفع روحك للسماء انا اقصد يا جماعه قوتها مثل الجبل والقوه الله سبحانه وتعالى وعليها مخ ما شاء الله عليها وتفكر عن 20 ريال من امثالكم احنا ما نريد نسمع مديح نريد فعل وانتو تعرفونها؟ انا ما يهمني الا بطل محلي وبيع هي نعم احنا نريد مصيبتنا تنحلوا بس اقولكم يا اخواننا تم تعلمكم تجاسين حزنانين ابوي بضاعفكم زينة وما فيها شيء يعني ايش معنى الزينة؟ انت فاحصنها والله انت مفتش في البلدية واحنا ما نعرف والله بس قاصر تبطل هالحرج وتقول وايد زينة معيوف أرزاقنا متوقفة يا معيوب كني حشر إلى أنك أنت
أنت أقول لك مو في راسك ده مخ ولا سحر؟ لا في طب. وانت لو بكتني دد 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 على لسانك انت صبر شوية عشان تعرف قصدي. انا قصدي الله يسلمكم اني بضاعتكم زينة، لاني امس ماخذ 50 قطي روب وخليته بالثلاجة، تعرفوا من مصيرة الخراب طبعا، علشان كذا اقولكم اني بضاعتكم زينة. وخير يا طيب، روب وفي الثلاجة، وين المشكلة؟ حبيب انت ما عندك اي مشكلة. يا عيشة عيشة ليه انت ما تسمع الله يسلمك؟ انا اقول لك الربع حده يومين ثلاث ايام بالكثير، لكن اذا طارت المدة انا هيفرن علي 10 ريالات طيرن في السماء. يا جماعة معيوف ترى صادق في كلامه، الرجال خسارته اكبر من خسارتنا. اها هذا قصدي. انا الحمد لله اواني منزلية، وانا يا جماعة ترى صدقوني انا اكبر خسران فيكم. هي اين خسرة البورصة؟ تناظر الساعة. هنا المكبة في غرفتي، لو كل مليونير ما بقى في الوادي شير. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا اختي، يا سزوري العالم وانت في حجرتك. على قد الحال يا اخوي يا سعيد، مو مثل غيري عندهم طوابق يشتغلوا فيه، لكن انا مسكين اشوفها هاي طاوله صغيره وفي غرفه نومي مكتبي في مكاني. الحمد لله. احمدي ربك يا حرمه، انت عندك كمبيوتر وفاكس وعندك تليفون وعندك اتاري، ايش تبغي بعد؟ والسمعه طيبه بعد. الحمد لله رب العالمين. لكن ما قلت لي؟ ها سمعت ناس يقولوا انك ضارب سالفه بيا سلامه. تراها بنت الحاره هذه. ضحكتني بنت الحاره؟ قول هذه شيره الحاره، خلاص ابوي ماكل عليها الزمان بنت. يا حرمة يا حرمة، الله يهداك، بس أنا لازم أجامل، لازم أقول كلمتين حلوات. تجامل؟ إيه. هذه أبوي ديناصور ماكل عليها الزمن والدهر كله. اسمعي عادي يا حرمة، خلينا منها، فكينا، مالك شغل في الحرمة هذه؟ هي اللي مالها شغل فيني، اسمعني. ها. هي اللي مالها شغل فيني أنا، وتخليني في حالي، ما لها لا حق ولا مستحق. إن شاء الله، إذا هذا كلامك ترى بصير اقولها بوصيها. سير قولها هذا الكلام على لساني انا، اسمعني. ها. قول لها يا حرمه بعدي عن سلمى، اذا والله انها تحرشت فيني ترى بتشوف شيء ما يرضيها. يعني اقول لها الكلام؟ اي نعم قولها وعلى لساني. حاضر.
طيب 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 ان شاء الله. اختي سلمى بارك الله فيك، الروح انا فيني رقاك بارك الله فيك، تعبت انتي. اسمعي انا سائل داخل، اقفل الباب والجام وتعالي وراي. طيب ان شاء الله. اي بتصل فيك بعدين ان شاء الله. يلا هلا هلا وغلا، هلا بريحة العنبر، هلا بريحة العود والمسك والياسمين، هلا بالريحة الطيبة. اخ يا العيارة يا الدساسة يلي ما توزنين الناس. هلا هلا بسلامة. بس هلا بسلامة وانا صديقتش اللي تحبش اللي تخاف عليه. زين انا ما غلطت عليش، قلت ليش هلا بس؟ هلا بروحها ما تكفي حق رفيجه مثلي. كفانا الشر منش، انتي مرض نعم، انتي عوق، انتي ما سلامه. ما علي حبيبتي، مهما تكلمتي ومهما حكيتي بس لا تصديني كذي. والله انا على كيفي، ارد الطريقه اللي تعجبني، ما على كيفش انتي. لا تطلع لسانك علي، مو شايفتني قدامك عدميه؟ ما يحتاج، ما قاصرنش الا الشنب. خوزي على دوسش في بطنش. اخ لا حول قوه الا بالله العلي العظيم. حد يشارك هاي الحرمه بارك الله فيك؟ هاي الحرمه مسوي مصايب في الحاره. وانا بعد الكل يعرفني، لكن هي وقفت لي في الطريق كمان ابليس، تبغاني اكلمها بالقوه. قلت لها يا حرمه خوزي عن طريقي. الله لا بارك فيها من حرمه. انتوا صراحه انتوا النسوان، انتوا لسانكم مقطر سم، تتضاربون على اتفه الاسباب. ما يصير بارك الله فيك، هذه حرمه مصيبه. انا لو عندي بنت كان قطعت لسانها. برايك انت؟ اه انت جلست في الامارات كم سنه وما تزوجت؟ قال اول تتزوج انت وبعدين قص لسان الحريم. من فضلك الله يخليك، انا وحدي داير راسي ومزاجي متعكر من هذه الحرمه اللي انا ما اطيقها بعيش طله. تعجبيني وانت معصبه يا اختي. سمع العرض بارك الله فيك، خذيلك كاس ليمون، هدي اعصابك، اشربيه قر 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 الين ما ترتاحين. مع السلامه. انا ما اعرف هذه من اي كوكب نازله هذه العفريته. سالم يا سالم. ايوه امي، قال لي شمي فديتش انا روحي انا. انت بالنسبه لي لفت، انت بالنسبه لي كل شيء. تامري يا امي قولي لي ايش باغيه؟ باغتنك يا عزيزي تروح سوق نازل عند الجماعه. ولا يهمش من عيون الثنتين. ها تسلم عيونك الثنتين، وقولهم يمروا علي بعد صلاة المغرب. عم سعيد، عم سعيد، انت هنا وانا ادور عليك. شفت سيارتك برا وجيت على طول. شو تبغي مني؟ تلاحظ لي من مكان لمكان، شو تبغي؟ بغنيك. حاضر ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. ها تفضل. هادم يا عم سعيد، وانا قلت لك ريال بخيل ما تعجبني. مسكين مو صاحي. ما سمعتوا يا جماعة اصراخهم في الحارة؟ بغى تطيح الجدران علينا. اخ بغى يستوي ذابح ومذبوح. سلامة ما تقدر على اختك. سلامة يعني مو سلامة دي؟ اذا تموت عليها بخيزران تنكسر. قبنا بسلامة تقدر علي سلمة؟ ابو سلمة لو انفخت فيها بس كذا اشوف فارة في الجو. معيوف من فضلك سكت، لا تفتي ولا تعلق، دار الافتاء سكرنا عليه. وعلاقه ما تبغوني اتكلم؟ كيف ما قدامك انسان مو؟ ابدا تصدق عاد، كل ما اشوفك اتذكر ذاك اللي يسمونه فرس النهر. تم يقول ذا هذو قدامك اساله. ابوي هذا فرس النهر بتقول بنته هي وانا هي. فرس النهر ذاك ابوي وش في الماء في العمق تحت؟ ايه بس الفرق بينك وبينه
هو يغوص وانت تطفو. الحمد لله رب العالمين. وانا حلال انا عرف نفسي انتو اغوص وانتو انفه. انت سكت من فضلك واطلب انه مسلم يجيب لنا شاي. هذا الشاي صار بارد. لا تتغشفر وياهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شد عليك. سمحوا لي جماعة، أنا بسيء عنكم، لكن خالد سعيد بيخبركم السر العجيب. يا جماعة الخير، السر أختي سلمى تنتظركم بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. أنتوا لا تمسوونا كلام ما منا فايدة، نحن نريد كلام في منطق. أهم حاجة عندنا السجل لازم نحصله. باكر إن شاء الله بنفرح كلنا، بيفتح سوق نازل وبيصير عندنا عيد ولا صار. هذه توقيعاتنا وعسى ان شاء الله باكر نفتح ان شاء الله. سوق نازل فاتح بكره. ما قلتيني يا سلمى ليش سكروا محلاتنا؟ ايش المشكله؟ الله يهديكم، انتم عارفين الانظمه، وانا كم مره اقول لكم تعالوا سووا سجل تجاري لكنكم متكاسلين، وهذا طبعا نظام. هي بس يا اخ سلمى، نحن محلاتنا قديمه ما دخل شيء، وترى المساله فيها دفع ونحن على قد حالنا. يا اخوي هذا قانون، والجماعة تعاونوا معانا لأبعد الحدود، وبعدين هم ما قصروا، ما فرضوا عليكم غرامات، والحكومة بصراحة ما مقصرة، معطية الكل فرصة يمارس التجارة. إيش تبغوا بعد؟ يلعن، إيش تبغون بعد؟ بس ما قلنا شيء، لكن وينهم عن هالتجار وأصحاب المحلات الكبار؟ وكل من يرفع على كيفه. والله صدقني يا أخوي، كل شيء ارتفع هاليومين وكله على رؤوسنا. للأسف في بعض التجار ما عندهم لا ضمير ولا رحمة في قلوبهم، وما يراعي المساكين أصحاب الدخل البسيط. لكن صدقوني الحكومة ما رايحة تخليهم، وأنا بنفسي رايحة أتابع هذا الموضوع. إيه نعم، مثل هذه التجار في قلوبهم الطمع والجشع، ولا عندهم ذرة من الروح الوطنية، ويستغلون الناس والمجتمع. ومثل هذه التجار ما يعرف. Let's get it.
سلمى وسلامة، نبي نسلمى وسلامة، نبي نسلمى وسلامة.